السلام عليكم حبايبي من اي مكان بتتابعوني، فاحلى تحيه ليكم بلدكم. اكتبوا لي تحت في الكومنت من اي مدينه ومن اي بلد بتتابعوني. يوم جديد وفلوج جديد، والنهارده 24/12، النهارده الكريسماس. كل سنه وانتم طيبين، بس النهارده كريسماس، اغرب كريسماس تقريبا عشناه في حياتنا. النهارده مفروض ان انا كنت اعمل لكم خطه، هوريكم حفلات الكريسماس في مصر وبره مصر، لكن نظرا للظروف اللي احنا فيها فهحاول برضو اوريلكم ازاي الكريسماس هيعدي السنة دي علينا. فخليكم معانا. وانا دلوقتي في سهل حشيش في مدينة الغردقة، وهحاول اوريلكم ازاي سهل حشيش الكريسماس فيها حاليا. الساعة دلوقتي حوالي الساعة 2 ومفيش شمس لغاية دلوقتي طلعت النهاردة. فخليكم معانا هنشوف ازاي الكريسماس موجود. ويا رب بس، عشان بواجه مشكلة على طول في مصر، ممنوع التصوير في اي حتة، فيا رب اعرف اصور لكم في سهل حشيش. فيلا بينا. حاليا يا جماعه احنا نعتبر في السيتي سنتر في سهل حشيش. القصر اللي ورايا ده، اول ما بتخش سهل حشيش طبعا بعد البوابه الكبيره وكده، بتخش بتلاقي القصر ده. عامه كل سنه بيبقى القصر ده مجهز، وبيبقى في حفله بتتعمل كبيره، بتجمع الفنادق اللي موجوده في سهل حشيش بتتعمل في القصر ده. تعال اخش اوريكم ايه القصر ده على السريع كده، شكله عامل ازاي والستايل بتاعه جميل جدا، تحفه. فيلا بينا نشوف. يلا هو ده بقى البلس يا جماعه اللي موجود سهل حشيش. وعلى العموم احنا هنمشي دلوقتي وهجيب لكم ان شاء الله كريسمس في بلدين تانيين في اوروبا، فخليكم معانا. يلا اخواتي، كيفكم حبايبي؟ اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة، وهالمرة الحلقة هتكون قوية جدا، لأنه هي حتكون تعاون بيني وبين قناة ترافيليتا والقناة الجديدة من التشيك من أوبافا تحديدا اللي هي مودي أندري. حبينا نورجيكم النهاردة إيه الأخبار وإيه الاحتفالات وإزاي شكل المدينة هنا في أوروبا، واحتفالات تتعمل إزاي في وقت الكريسماس واللي هو عيد ميلاد او عيد ميلاد ماشي. طيب زي ما انتم شايفين انا دلوقتي حاليا مش في كراكوف، في مدينه اسمها شنستوبا، واحده من اكثر المدن تدينا هنا في بولندا. المدينه دي صراحه يعني انا يعني بالنسبه للزينه والحاجات اللي انتم شايفينها، بص يعني اكثر من كراكوف مراحل. ليه بقى؟ عشان المدينه دي اصلا متدينه وكده، بس مع ذلك لسه في تجديد شويه من الحكومه وكده. بالعاده بيكون زي ما نقول ايه الاحتفالات هنا بتبقى ايه على مستوى اعلى. بتلاقي الميدان ده او الساحه اللي ورايا دي دايما بتلاقيها ايه مليانه كده، حاجه زي بازارات او كشك صغير كده، زي كشك سجاير، بس بتبقى بطريقه جميله جدا. بيبيعوا فيها اكل وشرب وحلويات وحاجات كتيره. الناس هنا بتبقى ايه كتير جدا جدا قوي، بس طبعا عشان الجائحه اللي احنا فيها وكده زي ما انتم شايفين يعني ناس قليله خالص. بس الحمد لله ايه يعني الحكومه قررت يعني تحسس الناس شويه انه لا لسه في امل، وزي ما قلت لكم كده انه في دايما هوب. زي ما انتم شايفين الباك جراوند عندي يعني في شويه احتفالات، في زينه جميله جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده الزينه هنا يعني احلى من كراكوف مراحل.
هقول لكم ايه تاني. بشكل عام هنا لكريسماس نحن بنيجي مدينة، هنا مدينة شستهوفا انا وايزا عشان هي اهلها هنا. دايما الكريسماس بالنسبة لنا زي الأعياد عندنا، عيد الفطر وكده في مصر والدول المسلمة، اللي هو العيلة بتجتمع مع بعض وكده وبيطبخوا في، يعني في أكل معين كده بيطبخ، في حاجات تراديشنال قوي أو من العادات والتقاليد البولندية موجودة هنا. الناس تتبادل الهدايا، هدايا بتتحط قبل بيوم تحت شجرة الكريسماس، ويوم الكريسماس الناس كلها بتبتدي إيه تفتح الهدايا، والهدايا هنا تبقى حسب العائلة. في عائلات بتدي للأطفال والصغيرين والكبار، وفي عائلات يعني بتدي بس للصغار بس. احنا عائلتنا بتدي يعني ايه الكبار والصغيرين، فأنا بحب كريسمس أوي، هدايا بقى وبتاع كده. أتمنى أكون وصلت لكم الفكرة. هنا الأعياد بتبقى شكلها إزاي، أهو جرس الكنيسة. يا رب أكون وصلت لكم الفكرة عن الأعياد هنا إزاي. دلوقتي هسيبكم مع شوية شطات هنا من الساحة كنت خدتها، ونروح عند قناة ترافيليتا أو مودي ورونا عندكم الكريسماس عامل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وصحباتي من كل مكان، متابعين ترافيليتا أو متابعين أدريانو في بولندا أو متابعين مودي أندريو. النهاردة هوريكم العادات والتقاليد في التشيك عاملة إزاي. شايفين الجرس ده؟ ده للأمنيات، ده بيتحط في الأوقات دي من السنة على طول، بيبقى على طول موجود في الكريسماس. أي حد بيعدي من هنا ويعمل أمنية بيعدي كده على طول، زي ما أنا هعمل دلوقتي. بصوا معايا، أعدي كده أو كده وكده تتحقق امنيته، او هم بيعتقدوا ان كده يتحقق امنيته. طبعا اللي معاه اطفال مش عارف يصور خالص. شفنا مع بعض العادات والتقاليد، نتكلم شوية عن الكريسماس السنة دي في التشيك عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين وهتشوفوا لسه معايا في الفيديوهات اللي جاية، معلش انا مقدرتش اكمل قدام الكاميرا كده على طول، الجو ساقع جدا جدا، درجة الحرارة تحت الصفر -5، فقلت نتكلم وانتوا بتشوفوا الطريق برضو اسليكوا. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده تلج، فعليا النهر ابتدى يتجمد، الشوارع فاضية، مفيش احتفالات، مفيش اي حاجة خالص. للأسف الحكومة رجعت قفلت كل حاجة، مطاعم، كل الأماكن الترفيهية، أي فعاليات كانت بتحصل في الوقت ده كانت فعاليات مهمة جدا ولذيذة. كان في أكل شوارع، كنا عايزين نصور لكم طبعا أكل الشوارع في التشيك عامل إزاي. شجرة الكريسمس اللي بتبقى في نص المدينة، كان بيبقى في استعراضات في نص المدينة برضو في الكريسمس، كانت أجواء جامدة جدا جدا جدا. بس للأسف يعني السنة دي كانت من أغرب السنين اللي عدت علينا كلنا، فيا رب السنة دي تعدي علينا بخير والسنة اللي جاية تبقى أحسن علينا وعليكم بإذن الله. أحب أشكر قناة أدريانو من بولندا وأشكر قناة ترافيليتا من الغردقة، وإن شاء الله ما بيننا تعاون كتير في حاجات كتير هتعجبكم إن شاء الله. هسيبكم دلوقتي قناة ترافيليتا، هنرجع تاني الغردقة، وأشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا تاني لأم الدنيا، وده كان الفلوج بتاعنا النهاردة. وبحب أشكر القناتين اللي كانوا معانا في التعاون المشترك، قناة أدريانو بولاند فلوجز وقناة مودي أندريو. هتلاقوا اللينكات بتاعت القناة دي تحت في صندوق الديسكريبشن، متنسوش تدعموهم وتدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم.